السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخواني الكرام اهلا ومرحبا بكم، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعد. ان شاء الله النهارده رب العالمين هنتكلم عن درس جديد من سلسلة دروس بيزكس اوف بروجرامينج لانجويج ويز سي بلس بلس. درسنا النهارده هو تكملة لموضوع الاتريشن ستراكشر. كنا اتكلمنا في الاتريشن ستراكشر عن الوايل والدو وايل والفور لوب، اتكلمنا عن الوايل والدو وايل والفور لوب، اتكلمنا عن كل موضوع فيهم في حلقة خاصة، وقلنا بعد ما نخلص الحلقات الخاصه بيهم هنعمل حلقه مجمعه عن التمارين ايه عنهم. ندخل في موضوعنا على طول. اول تمرين معانا النهارده اللي احنا عاوزين نطلب من اليوزر اللي هو يدخل تو نمبرز واوبريتورز ومعامل. الاوبريتورز ده لاما هيكون اوبريتور ده لاما هيكون علامه الجمع او الطرح او الضرب او الايه او الاسم. جميل جدا. العمليات اللي هقوم بيها في البرنامج بتاعنا ده اللي انا هعمل ايه؟ هعمل لو اليوزر دخل لي التو نمبرز ودخل علامه الجمع هجمع له الرقم الاول نمبر 1 على الرقم ايه الثاني. لو اليوزر دخل لي علامه الطرح هطرح له من الرقم الاول قيمه الرقم ايه الثاني. لو اليوزر دخل لي علامه الضرب هضرب له الرقم الاول في ايه الرقم التين. لو اليوزر دخل لي الرقم الاول ودخل علامه الاسم هقسم له الرقم الاول على الرقم ايه التين. جميل جدا. طيب يلا بينا نعمل اناليسيس بتاعه البرنامج بتاعتنا. اول حاجه هحدد الانبوت بتاعتنا، المدخلات بتاعتنا. الانبوت زي ما بنعمل كل مره اللي انا عندي هنا ايه رقم ذا فيرست نمبر وعندي ايه سكند نمبر الرقم الاول والرقم ايه التاني. وعندي ايه تاني؟ عندي الاوبريتورز بتاعنا. مش دي الحاجات اللي انا بدخلها؟ اه جميل جدا. ايه البروسيسنج بتاعتي؟ لاما هتكون عمليه جمع، بجمع الاول على لاما الرقم الاول على الرقم التاني، لاما عمليه طرح، لاما عمليه ايه ضرب، لاما عمليه اسمه. تمام جميل جدا. ايه الاوتبوت بتاعتي اللي انا بظهر اليوزر الريزلت بتاع الريزلت النتيجه عن ايه البروسيسنج بتاعتي؟ اللي انا بظهر اليوزر الريزلت ايه النتيجه عن ايه عن البروسيسنج بتاعتي. جميل جدا. اول حاجه يلا بينا ندخل في برنامج على طول. طيب نكتب انكلود اي او ستريم بعد كده يوزنج نيم سبيس std وبعد كده بكتب المين فانكشن بتاعتي عادي جدا، وفي الاخر باريتيرن الزيرو، في الاخر باريتيرن ايه الزيرو. جميل جدا. اول حاجه بحدد ايه الفاريبلز بتاعتي. قلنا ان احنا عندنا فيرست نمبر الرقم الاول، وقلنا عندنا سكند نمبر الرقم الثاني، وقلنا عندنا اوبريتورز. تمام. وقلنا عندنا ايه تاني؟ عندنا الريزلت بتاعتنا. مش دي كلها المدخلات بتاعتنا؟ الفيرست نمبر والسكند نمبر والاوبريتورز والريزلت بتاعتنا. جميل جدا. تعال نحدد الداتا تايب بقى بتاعت كل متغير. الرقم ممكن يكون ايه؟ ممكن يكون اللي دخله اليوزر رقم صحيح او رقم عشري، فالافضل نحط له ايه فلوت. تمام. والريزلت هتليها نفس الحاجه. اما الاوبريتورز ده فبيكون علامه فبنحط لها ايه اتشار افضل. جميل جدا. يلا نكتب فلوت فيرست نمبر second number result ونقفل ونعمل تشار الاوبريتور بتاعتنا او بي. جميل جدا. اول حاجه هبعت لليوزر رساله اقول له سي اوت بليز انسرت ذا فيرست نمبر. جميل جدا. وهنا انزل ان دي ال سطر جديد، وهنا اقول له سي ان ايه دخل لي الرقم الاول في المتغير اللي اسمه ايه فيرست نمبر. هنا بقول له سي اوت تاني برضو بليز انسرت ذا سكند نمبر، واخد مسافه واقول له هنا ايه نزل لي سطر جديد. هنا سي ان حط لي الرقم الثاني في المتغير اللي اسمه سكند نمبر. جميل جدا. لا سوري، هنا بليز انسرت ذا
the char العلامة بتاعتك. Please enter the operators من فضلك دخل ايه الاوبريتورز بتاعك. تمام، مش احنا قلنا المفترض بنحط الرقم الاول وبعد كده العلامة وبعد كده الرقم التاني. تمام، فهنا احط العلامة بتاعت فين؟ في المتغير اللي اسمه ايه؟ OB. جميل جدا. هنا هقول له سي اوت بليز انسرت ذا ايه سكند نمبر، وهقول له ينزل لي السكند نمبر ده فين، بس انزل سطر جديد في المتغير اللي اسمه ايه سي ان، المتغير اللي اسمه سكند نمبر. جميل جدا. احنا بقى قلنا هنتشيك لو اليوزر دخل علامه الجمع هجمع له الرقم الاول على الرقم الثاني. نرجع بقى لدرس الكونديشنال استراكشر، كنا بنعمل ايه؟ هقول له اف لو اليوزر دخل الاوبريتور ده، لو اليوزر دخل الاوبريتورز ده بيساوي علامه الجمع اعمل لي ايه؟ اطبع لي هنا رساله قول لي سي اوت ذا ريزلت بتيكوال ايه مجموع الرقم الاول على ايه زائد الرقم ايه التاني زائد الرقم التاني. هنا اقول له تاني تشيك تاني LCF. LCF ايه بقى؟ لو الاوبريتورز ده بيساوي علامة الطرح قول لي ايه على طول، قول لي the result بتيكوال الرقم الاول مطروح منه قيمة الرقم التاني، مطروح منه قيمة الرقم التاني. هنا قول لي LCF لو الاوبريتورز ده بيساوي علامة الفي اعمل لي ايه؟ اعمل لي سي اوت ان الريزلت ده بيساوي النمبر الرقم الاول في ايه؟ في الرقم التاني. تعالوا بقى اخر حالة عندنا فهنعملها بالالس اللي هي ايه؟ علامة اللي هي الخاصة بايه؟ بالاسم، اللي هي الخاصة بالاسم. عفوا. جميل جدا. نضغط هنا انتر ونكتب، هنقول له طب يا جماعه بس ناخد ملحوظه كده بسيطه، هل ينفع الاسم على صفر؟ لا ما ينفعش الاسم على صفر. يبقى هنا هنعمل له تشيك. اذا كان الرقم الثاني السكند نمبر اف السكند نمبر بيكوال زيرو بيساوي زيرو، اطبع لليوزر رساله قول له ايه سي اوت كان نوت ديفايد باي زيرو، كان نوت ديفايد باي زيرو. مش هتنفع تقسم على زيرو، مش هينفع تقسم على ايه؟ على زيرو. جميل جدا. إلس بقى طب لو الرقم ما كانش زيرو نعمل له بقى العمليه بتاعتنا اللي هي اقسم للرقم الاول اللي هي سي اوت، اقسم للرقم الاول على ايه؟ على الرقم الثاني. الرقم الاول على الرقم التاني. جميل جدا. هنا يبقى هنا ايه سيم لي فيرست نمبر على ايه على السكند نمبر. جميل. يلا بينا نجرب البرنامج بتاعنا، يلا بينا نجرب البرنامج ايه بتاعنا. نضغط هنا ايه نقول له اف 11 ونشوف. هنا انا كاتب سي ان، لا سي ان. جميل جدا. هنا اضغط اف 11 تاني ال سي اف اوبريتورز كلير. هنا في مسافه يا جماعه، معلش اصل هنا في مسافه. لو ضغطت اف 11 بين الالس والاف في مسافه، بين الالس والاف في مسافه. بيقول لي بليز انسر ذا فيرست نمبر، فيرست نمبر عندي اللي هو ليكن هحط 10. بليز انسر ذا اوبريتور، احط علامه الايه؟ احط علامه الجمع. بليز انسر ذا سكند نمبر، سكند نمبر عندي هخليه مثلا وليكن برضو 10. هيقول لي ذا ريزلت بتاعتك كام؟ 20. جميل جدا جدا جدا، جميل جدا جدا. تمام. طب تعالوا نعمل كده تاني، نضغط اف 11 مره تانية. بيقول لي بليز انسر ذا فيرست نمبر، ذا فيرست نمبر هقول له مثلا وليكن 15. بليز انسر ذا سكند نمبر الاوبريتورز بتاعته، هنعمل علامه القسمه. بليز انسر ذا سكند نمبر لو حطيت له الصفر هيقول لي كان نوت ديفايد باي زيرو، مش هينفع تقسم على ايه زيرو. نقفل ونفتح تاني. لو ضغطت اف 11
وقلت له بليز انسر ذا فيرست نمبر، حطيت له الرقم مثلا وليكن ايه 10. بليز انسر ذا اوبريتور، حطيت له علامه القسمه. بليز انسر ذا سكند نمبر، حطيت له 2. هيقول لي ذا ريزلت بتاعتك بتساوي ايه، بتساوي 5. لو نلاحظ هنا ان الاله بتعمل عمليه واحده بس وبتقف. طب لو انا عاوز اكرر بقى العمليه ديت، يعني اليوزر لو دخل عندي معامل يقول لي مثلا هبعت له رساله في الاخر اقول له لو انت عاوز تكمل اضغط على ايه، اضغط على مثلا وليكن حرف الواي، لو انت عاوز توقف البرنامج اضغط حرف الايه. تمام، فابدا اعمل اليوزر ايه. تعالوا بقى نرجع بالذاكره كده لورا. في الحلقات التكراريه بتاعتنا احنا خدنا حاجه اسمها الدوايل. الدوايل فايدتها ايه؟ الا انا بعمل العمليه بتاعتي ديت مره واحده زي ما احنا شايفين، بعمل العمليه بتاعتي ديت مره واحده تمام، وبعد كده بتشيك اذا كان اليوزر الشرط بتاعه ترو بيعيد لي البتاعه ديت مره ثانيه. لو ما كانش ترو بيبقى ايه، بيبقى بيوقف البرنامج. جميل جدا. فاحنا هنا نستغل الطريقه ديت ونبعت اليوزر رساله نقول له ايه، نقول له لو انت عاوز تعيد العاده ديت مره ثانيه حط الحرف ايه واي، لو انت عاوز تقف حط حرف ايه الان. جميل جدا. طب هنا هنبدا نعمل ايه، هنبدا نعمل بسم الله الرحمن الرحيم، هنبدا ناخد الكلام ده كله ايه كات. ونبدا نعرف هنا متغير تاني مثلا وليكن المتغير ده اسمه ايه، تشيك اس سي اتش مثلا. تمام، هي تشيك. هنبدا نقول له دو. اول حاجه في الدو نفذ لي الكلام ده، نفذ لي ايه، دخل لي، خلي اليوزر يدخل ايه، دخل الرقم الاول بليز انسر ذا فيرست نمبر، ويدخل لي يدخله فين، في المتغير اللي اسمه فيرست نمبر، ويدخل لي الاوبريتور في المتغير اللي اسمه اوبريتور، ويدخل لي السكند نمبر. ولو كانت هنا يتشيك بقى، اذا كانت العلامه موجبه يجمع لي الرقم الاول على الرقم الثاني، لو كانت طرح اطرح لي يبقى اعمل لي الرقم الاول ما تروح منه قيمه الرقم الثاني، لو كانت ضرب اضرب لي الرقم الاول في الرقم الثاني. تمام، نفس القصه مع ايه، مع الاسم. لكن هنا هنيجي في الاخر هنعمل له واي، هنقول له ايه، هنكتب له هنا رساله سي اوت. If you want to continue، لو انت عاوز تستمر please insert the letter، فضلك ادخل رقم ايه واي، فضلك ادخل رقم ايه واي. جميل جدا. فهنا هعمل له ايه سي ان، هنا ايه هندخل هنشوف else. طب هنا برضو نقول له ايه، مش عاوز اضغط or when if you want، لو انت مش عاوز يعني تعمل ايه continue اضغط مثلا ان. تمام، هنا هقول له سي ان ايه، سي ان مثلا المتغير بتاعنا ده اللي هو سي اتش. جميل جدا، سي ان للسي اتش. جميل جدا. هنا بقى هتشيك ايه، اذا كان الواي ايه بقى، هنقول له هنا ايه، اذا كان السي اتش ده نوت ايكوال ان، لو كان السي اتش ده نوت ايكوال ان يعني لو ما كانش بيساوي الان كرر لي العمليه دي، كرر لي العمليه دي. ليه؟ مش احنا قلنا له لو انت عاوز تكمل دخل لي حرف الواي، لو انت عاوز تقف دخل لي ايه حرف الان. جميل جدا. او مثلا اور if you want to not continue، not continue اضغط ايه او دخل insert ايه continue insert the letter n، حرف الان. جميل جدا. letter n، حلو. هنا بقول له لو انت عاوز تكمل اضغط حرف الواي، لو انت عاوز تقف ايه اضغط حرف ايه الان. فانا هنا بقول له ايه، لو اليوزر ما دخلش، لو السي اتش ده ما بيساويش الان، لو ما بيساويش الان اي بيساوي الواي، تمام اعمل لي ايه، كرر العمليه مره ثانيه. يلا نضغط اف 11 نوت ايكوال ايه سي اتش، سوري اف 11 بليز انسر ذا فيرست نمبر 10، بليز انسر ذا اوبريتور علامه الجمع، بليز انسر ذا سكند نمبر 10، قال لي ذا ريزلت 20، قال لي ذا ريزلت 20، وقال لي اف يو وانت تو كونتينيو بليز انسر ذا ليتر واي، اور نوت كونتينيو بليز انسر ذا ليتر ان. لو انا ضغطت، لو انا ضغطت على الواي هيقول لي ايه، بليز انسر ذا فيرست نمبر. فهمتوا الفكره في ايه؟ تعالوا ننظم كودنا شويه بس. هنا هنعمل ايه،
هنخلي اليوزر هنا هنحط بس ننزله سطر جديد اند ال، وهنا بليز انسر زي ايه، في هنا المفترض رساله بنزله سطر جديد، هنا في الاوبريتورز فين الرساله بتاعت سطر جديد تاني اللي كنت عاوز انزله، هنا اند ال، وناخدها كوبي بحيث اللي ايه ننظم كودنا شويه. جميل جدا، ننظم الكود، ننزل سطر جديد في كل حاجه. هنا هقول له ايه if you want to continue، طيب please insert ايه second، هنا برضو خليه ينزل سطر جديد تمام. ويدخل تعالوا نشوف بقى كده مع بعض بقى عامل ازاي. اف 11 هنا قال لي ايه بليز انسر ذا فيرست نمبر، قلت له 10. بليز انسر ذا سكند ذا اوبريتورز علامه الجمع، هنا بليز انسر ذا سكند نمبر قلت له 4، قال لي ذا ريزلت بتاعتك 14. وهنا قال لي اف يو وانت تو كونتينيو بليز انسر ذا ليتر واي، اور كان اور نوت كونتينيو انسر ذا ليتر ايه ان. فهنا هنا اعمل له ايه، لو ضغطت له حرف الان هيوقف البرنامج، هيوقف ايه البرنامج. لكن لو كنت ضغطت له حرف الواي زي ما شفنا في المره اللي فاتت، نضغط اف 11 نشوف تاني هيشغل لي ايه البرنامج. زي ما احنا شايفين بليز انسر ذا فيرست نمبر 10، سكند نمبر وليكن 40، قصدي اوبريتورز وليكن طرح، هنا سكند نمبر وليكن 2، هنا قال لي ذا ريزلت 8، اف يو وانت تو كونتينيو اضغط ايه اضغط علامه إيه حرف الواي، ضغطت حرف الواي قال لي بليز انسر ذا فيرست نمبر وهنا 1، بليز انسر ذا اوبريتور هنا علامه الجمع، وهنا ايه بليز انسر سكند نمبر دخل له اي حاجه وليكن 167، هيديني يقول لي ذا ريزلت بتاعتك 168. وبيقول لي تاني لو انت عاوز تكمل اعمل كذا، لو انت مش عاوز تكمل ايه وقف البرنامج بتاعك. ده كان اول تمرين معانا النهارده تمام. اظن فهمنا فكره ايه الدوايل، اظن فهمنا فكره الدوايل. تاني تمرين معانا النهارده هنشوفه دلوقتي مع بعض، بس نمسح الحاجات اللي احنا عملناها دي كلنا كده تمام، ونكتب تاني تمرين معانا النهارده. تاني تمرين معانا النهارده انا عاوز اليوزر يدخل نمبر، الرقم ده وليكن ان تمام، الرقم ده هنفترض اللي هو وليكن دلوقتي 10، عاوز اليوزر يجمع لي الارقام بتاعتي من 1 الى ايه الى الان. يعني مثلا انا دخلت الرقم 10 يبقى يجمع لي 1 زائد 2 زائد 3 زائد 4 زائد 5 زائد 6 زائد 7 زائد 8 زائد 9 زائد ايه 10. جميل جدا. تعالوا بقى نعمل انالايز بتاعت البرنامج ده. اول حاجه اللي مطلوب مني الانبوت بتاعتي اللي انا اخلي اليوزر يدخل الرقم ايه ان. جميل جدا. البروسيسنج بتاعتي اللي انا اجمع الارقام من 1 الى ان اوصل للرقم ايه ان، الى ان اوصل الرقم ايه ان. جميل جدا. الاوتبوت بتاعتي اللي انا اطبع لليوزر ايه الريزلت بتاعت ايه سميشن اوف ايه اوف ذس ايه زي اللي عامل البروسيسنج ديت، سميشن بتاعت البروسيسنج ديت تمام. يبقى هنا عاوز ايه اجمع السمشن. جميل جدا. فيلا بينا نكتب البرنامج بتاعنا، نكتب انكلود اي او ستريم هنا يوزنج نيم سبيس اس تي دي، وهنا بكتب المين فانكشن بتاعتي، وفي الاخر بريتير الزيرو، في الاخر بريتير الزيرو. يلا بينا نحدد الفاريبلز بتاعتنا. الفاريبلز بتاعتنا وليكن الفاريبلز هنا اظن الرقم اللي هو النمبر والسميشن. جميل جدا. نمبر وايه والسميشن. هنا هخلي ايه نشوف نحدد ايه الداتا تايب بتاعتنا بتاعت النمبر والسميشن. اظن الانتجر الاثنين انتجر، انتجر نمبر تمام وسميشن وسم. بس هنا هحط للسم ايه، احط للسم قيمه initial value بالقيمه 0. ليه بقى؟ لان انا هنا هستخدم ايه كل مره ما يدخل الرقم هجمع له من 1 الى ايه من السم ده، من 1 الى ايه الى لحد ما اوصل النمبر ده. فهنا لو انا ما حطيتش السم ده، لو انا ما حطيتش السم ده بقيمه افتراضيه من عندي، لان انا هجمع عليه بحلقه تكراريه تمام لحد ما اوصل النمبر ده، هياخد لي من الميموري قيمه من عنده كده عشوائيه
فممكن السم ده يتحط فيها قيمه ويطلع الريزلت ايه مش بتاعنا مش مظبوط، ويطلع الريزلت بتاعنا ايه مش مظبوط. فالافضل ان اضيف على السم بتاعنا ايه، احط له انيشال فاليو بالقيمه ايه زيرو. جميل. هاجي هنا هقول لليوزر ايه، سي اوت بليز انسرت ذا نمبر، بليز انسرت ذا نمبر، وهنا اقول له سطر جديد اند ال تمام، وهنا اقول له سي ان نمبر فين، في المتغير اللي اسمه نمبر، في المتغير اللي اسمه نمبر. جميل. ايه المفترض اللي انا اعمله تاني؟ اللي انا هنا اعمل حلقه تكراري بتبدا من الرقم واحد، وليكن انت ان بتبدا من ايه، من الرقم واحد، وتنتهي لما الان تكون اقل من او تساوي، تكون اقل من او النمبر بقى النمبر بتاعه تمام. وكل مره يعني هنا هقول له ايه، هقول له هنا كل مره سم ضيف لي على قيمه السم اللي هي بتساوي زيرو ديت، ضيف لي عليها ايه بلس ايكوال قيمه ايه الان، بلس ايكوال قيمه ايه الان. طب هنا هزود الان بكام؟ مش احنا قلنا المفترض بزود كل مره واحد وبجمعه لحد ما اوصل لرقم الان بتاعنا؟ يبقى هنا بعمل ايه، ان بلس بلس، هنا ان بلس ايه بلس. معنى ايه الكلام ده؟ هنا بقول انا عندي لان التكرار بتاعي بيبدا من ايه، من واحد، فهنا اجمع لي على على الصم بتاعت اللي هي بتساوي 0 1 تمام، وبعد كده زود لي الان، وبعد كده زود لي الان بلس بلس بايه بواحد، بقت الان بكام ب2، اجمع حالي على ايه على المتغير اللي اسمه صم، لحد ما يوصل ان الان بتساوي النمبر، هيروح موقف. وهنا بقى في الحاله دي تقول له سي اوت ايه، اطبع لليوزر اقول له سسميشن المجموع بيساوي القيمه اللي موجوده في المتغير ايه صم، القيمه الموجوده في المتغير صم. لو ضغطت اف 11 هنشوف مع بعض، اف 11 بليز انسرت ذا نمبر، وليكن النمبر رقم 10، دخل لي ايه، قال لي ذا سميشن بتاعك 55. ليه بقى؟ لان هو جمع لي من 1 زائد 2 زائد 3 زائد 4 زائد 5 زائد 6 7 زائد 8 زائد 9 زائد 10. نضغط اف 11 تاني، نضغط اف 11 ادخل له مثلا وليكن الرقم ايه 2، قال لي المجموع بتاعك 3. ليه؟ جمع لي الواحد زائد الاثنين اداها لي ايه 3. طب لو ضغطت لغيت وضغطت اف 11 تاني، قال لي بليز انسر ذا رقم ايه 4، قال لي المجموع بتاعك 10. ليه؟ جمع 1 زائد 2 زائد 3 زائد 4، 1 زائد 2 3 و3 6 و4 10. مظبوط، فهمنا القصه كده. ادي قصه الفور لوب، وان شاء الله رب العالمين هنبقى ناخد برده تمارين عن الفور لوب بايه في حلقات جايه ان شاء الله رب العالمين. بعد ما نخلص بس سلكتيف استراكشر هنحتاج الفور لوب والوايل كتير جدا والدو وايل ان شاء الله. تالت تمرين معانا النهارده اللي انا عاوز اليوزر يدخل لي خمس ارقام تمام، ويحسب لي المتوسط ايه بتاعهم، ويحسب لي المتوسط بتاعهم. جميل جدا. فهنا يلا بينا نحدد ايه الانبوت بتاعتنا، ان انا اخلي اليوزر يدخل لي ايه، هيدخل لي 5 جريدز، خمس درجات، هيدخل لي خمس ايه. جميل جدا. ال الاوتبوت بتاعتي اللي انا ايه البروسيسنج بتاعتي، اللي انا اول حاجه احسب اجمع الخمس درجات دول تمام، اللي انا اجمع الخمس درجات دول تمام واقسمهم على عددهم هيديني ايه الافريج، هقسمهم على عددهم هيديني ايه الافريج. الاوتبوت بتاعتي بقى اللي انا هطبع لليوزر على الشاشه ايه قيمه الافريج ده، قيمه الافريج ده. طب يلا بينا نبني البرنامج بتاعنا. اول حاجه اقول له انكلود اي او ستريم، بعد كده يوزنج نيم سبيس اس تي دي، وبعد كده انت مين، وفي الاخر بريتيرن الزيرو، في الاخر بريتيرن الزيرو. طيب يلا بينا اول حاجه نعمل ايه، ديكلاريشن للفاريبل بتاعتنا، الفاريبل بتاعتنا اللي هو الجريد تمام، وايه تاني، والفاريبل بتاعتنا تاني اللي هو ايه المتغير، وليكن الجريد اللي هو السميشن، وهنا ايه الافريج، وهنا المتغير اللي اسمه ايه افريج. جميل جدا. طب يلا بينا نحدد الداتا تايب. الجريد بتاعتنا وليكن هتبقى فلوت جريد، فلوت سميشن، قصدي سميشن، بس الجريد هنا فلوت الجريد هنديها القيمه 0
لان احنا هنجمع كل مره الدرجات. لو احنا ان شاء الله رب العالمين في تمرين متقدمه هنستخدمها بالاري، بس احنا هنستخدمها هنا المره دي بالوايل لوب، وان شاء الله رب العالمين في الاري هنعرف نستخدمها ازاي ان شاء الله رب العالمين. فلوت هنا جريد، وهنا سم بتساوي زيرو، وهنا افريج. تمام، المتغير بتاعنا افريج هنا بس سيمي كولن، هنا كولن بس، هنا كولن سوري. هنا المفترض انا اقصد كاونتر، الكاونتر بتاعي العداد بتاعي اللي انا هخليه، انا مش هنا المفترض ادخل خمس درجات، فاخلي الكاونتر بتاعتي بيبدا من زيرو الى اقل من خمسة. هنشوفها مع بعض ازاي. وهنا عندي متغير جديد اسمه ايه، اسمه وليكن اللي هو الجريد، الدرجات بتاعتي. هنا بقول لليوزر واي، لو كان الكاونت ده، لو كان الكاونت ده اقل من الخمسة اعمل لي ايه، اعمل لي التالي سي اوت لليوزر بليز انسرت ايه ذا جريد، بليز اقول لليوزر دخل لي الجريد من فضلك. هنا اند ال دخل لي الجريد فين، دخلها لي في المتغير اللي اسمه ايه جريد. تمام، بس قبل ما تقفل قبل ما تقفل اللوب اجمعني على الصم ايه، اجمعني على الصم كل مره قيمه ايه، ضيف لي على الصم قيمه بلس ايكوال ايه جريد، ضيف لي عليه قيمه الجريد. جميل، وزود لي الكاونتر بايه، بواحد، زود لي الكاونتر بواحد. تمام، كاونتر بلس بلس. وفي الاخر هنا اما تخرج قول لي سي اوت ايه the average، اول حاجه تقول لي الافريج بتاعك ده بيساوي السم على ايه، على خمسة، على عدده السم على ايه، على خمسة. جميل جدا. وهنا قول لي سي اوت the average equal، تمام، بتيكوال ايه، بتيكوال القيمه المخزنه في الافريج. تعالوا بقى نشوف احنا عملنا ايه مع بعض. اول حاجه قلت له انا عندي متغير اسمه كاونت بزيرو وسم بيكوال زيرو، تمام، والافريج والافريج والجريد. تمام، قلت له وايل طول ما الكاونت بتاعي اقل من خمسة نفذ اللوب ده. طب هنا الكاونت بتاعك بكام؟ بزيرو. فقال لي اليوزر سي اوت بليز انسر ذا جريد ايه، ذا جريد. فاليوزر دخل له ايه، الجريد في القيمه دي، فرع عامل ايه، ضيف قيمه الجريد على المجموع، المجموع عندي بزيرو ولكن هنا دخلت ايه 10، فضاف لي على السم ايه 10. تمام، وهنا زود لي قيمه الكاونت بواحد. فهنا هنرجع تاني من اول الوايل، قيمة الكاونت بقت واحد، هل قيمة الكاونت اقل من الخمسة؟ اه، فهيكرر العملية ديت الى ان يوصل لايه؟ يوصل للخمسة، يوصل للخمسة وبعد كده هيقف، ليه؟ لان الخمسة بتساوي خمسة مش اقل من ايه؟ اما الكاونت بيساوي خمسة هتكون ايه؟ خمسة بتساوي خمسة مش اقل من الخمسة، والاخر هياخد الافريج بتاعنا بيساوي ايه؟ مجموع القيم على عددهم، مجموع القيم انا مسجله فين؟ في المتغير سم، مش كل مرة بضيف في المتغير سم الجريد بتاعتي اللي هم هيكونوا ان شاء الله خمس درجات، فرحت بعمل ايه السم بتاعنا، تمام، مجموع القيم على عددهم اللي هم الخمسه، فطبعت له سي اوت ايه ذا افريج بتيكوال ايه، بتيكوال الافريج، بتيكوال ايه الافريج. جميل جدا، نضغط 11 اف 11. اه هنا عفوا، بس انا حطيت هنا السيمي كولن داخل، لو ضغطت هنا اف 11 تاني سي ان، سي ان ايه اف 9. هنا كنت ناسي السيمي كولن، معلش عشان التسجيل خد وقت كبير. نضغط اف 11، بيقول لي بليز انسر ذا جريد، حطيت له 10، بليز انسر ذا جريد حطيت له 2، بليز انسر ذا جريد حطيت له 10، بليز انسر ذا جريد حطيت له مثلا 5، بليز انسر ذا جريد حطيت له ايه 10، راح قايل لي الافريج بتاعك 7.4. شوف هنا لو تلاحظوا دخل لي الدرجه كام مره، مره 2 3 4 5، وحسب لي المتوسط بتاعهم، وحسب لي المتوسط بتاعهم. هتقولي لي ليه هنا ما بداتش من واحد؟ لو انا هنا كنت هبدا من واحد كنت هخلي ايه، كنت هخلي العلامه هنا ايكوال ايه، لو خليت الكاونت بواحد كنت هخلي العلامه هنا اكبر من او تساوي، يعني بحيث اللي هو يعمله لي برده ايه خمس مرات. انا عارف ان انا طولت عليكم جدا 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 في الدرس ده، لكن اولى هنا انتهى الدرس بتاعنا، وان شاء الله رب العالمين لنا تكمله كبيره جدا في موضوع ايه، في موضوع اللوبينج. لسه في حاجات عن الليستد لوب ومسائل كبيره جدا عن الـ عن الـ عن الـ الحلقات بشكل عام، الحلقات التكراريه ان شاء الله رب العالمين هنعرفها مع بعض في ايه، بعد ما نخلص موضوع السلكتيف ستراكشر هناخد كميه تمارين على اللي احنا ايه، على الاساسيات اللي احنا خدناها قبل ما ندخل في موضوع الاري والفانكشن، لان احنا ان شاء الله رب العالمين من الاري والفانكشن انا بحس ليه
هيبقى المستوى بتاعنا يعني هيبقى عدى شويه البيجنر، لو احنا فهمنا ايه، لو احنا فهمنا البيزكس بتاعتنا في الحاجات اللي احنا خدناها في الدروس اللي فاتت دي كلها، ان شاء الله رب العالمين هتفيدنا في المستويات ايه اما نعلم مع بعض في الحلقات. يعني اما نخلص ان شاء الله رب العالمين الحلقات بتاعت السلكتيف ستراكشر، وكده نكون قفلنا كده موضوع الكنترول ستراكشر كامل، هنعمل مراجعه شامله على اللي احنا ايه خدناه من البدايه ايه للنهايه، خدناه من البدايه للنهايه. الى هنا انتهى الدرس بتاعنا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.